نصيحة سريعة تفيدكم وقت شراء الأطعمة. لما تشترون المنتج طالعوا تاريخ الانتهاء. إذا تاريخ الانتهاء مدته طويلة، يعني يكون صالح لمدة أطول، شكوا فيه. إيه شكوا فيه. هل في مواد حافظة حطوها عشان يعطونا تاريخ انتهاء أطول؟ هل في نسبة السكر عالية اللي تخليه يعيش لمدة طويلة مثلا؟ كل ما قصر تاريخ الانتهاء يعني المنتج أكثر فريش وأحسن حق صحتك. المشتري الذكي يستفسر ويبحث. هذه كان رأيي والقرار قراركم.